يعني بطبيعة هذه الاستهدافات ما يميزها عن سابقاتها، لطالما كانت عربدت العدوان الإسرائيلي في السماء وضرب يعني سواء كان المطارات أو مقرات أخرى. يعني هذه العربدة كانت بمحاولة للنيل من سوريا والدولة السورية وهيبة الجيش السوري وغيره، ورسالة تكون داعمة للإرهابيين بأنها معهم، لطالما تحدثنا بهذه العناوين. إنما اليوم هذا الاستهداف يأتي لا شك يعني يأتي تحت عنوان طوفان الأقصى والحرب اليوم التي تتعرض لها هذا الكيان ما بين يعني في داخل الفلسطيني، وربطا بطوفان إن صحت التسمية أو بوحدة الجبهات ووحدة الساحات. يعني قالت أعلام العدو كما قال جاءت ردا على الرشقات التي خرجت من مرتفعات الجولان باتجاه داخل كيان الاحتلال. فبالتالي هذه هي كانت الرساله يعني باستهداف هذه المطارات لمنع الدوله السوريه من الوقوف ومؤازره الفلسطينيين في المشكل. وانت تعلم بمتابعه طوفان الاقصى منذ 5 ايام، نحن اليوم السادس، يعني عدد القتلى شيء يعني اكثر من 1500 قتيل لدى كيان الاحتلال الى الان، لم لا يزال تحت الصدمه الى الان بما قامت به هذا بغزه قوات حماس وفصائل المقاومه في الداخل الفلسطيني، وتدفق هذا الطوفان باتجاه الداخل الفلسطيني باتجاه القدس والضفه الغربيه، وايضا يعني كما راينا الجبهه الشماليه و الرسائل المتبادلة من حزب الله وقوى المقاومة في الجنوب اللبناني وأيضا في الجنوب السوري. فبالتالي يعني هذا العدوان يأتي ضمن هذا السياق وضمن هذا في هذه القراءة للحرب اليوم التي أستاذة سماهر إلى حرب مفتوحة، إلى حرب يعني بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للكيان الاحتلال، وبلينكن اليوم الذي قال هو في داخل الكيان انه هنا ليس كوزير خارجي امريكي انما هو كيهودي. فبالتالي يعني هذه الجمله دلالات كثيره حامله الطائرات التي بدات في المتوسط. فبالتالي انت اليوم امام اصطفافات حرب عالميه فعليا، هي الولايات المتحده الامريكيه لم تاتي بمقاتله حماس اذا صح التعبير. استاذه سماهر، أستاذة سماهر، يعني كنت أريد أن أسألك بأنه يمكن أن يكون هناك ربط مباشر بين هذا الاستهداف وبين ما يجري الآن بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وكذلك في حزب الله، يعني هناك علاقة مباشرة بين هذا الاستهداف وما يجري الآن من توترات بين إسرائيل وحركة حماس؟ صحيح، هناك هذا ارتباط مباشر. يعني كما سبق وتحدث نحن اليوم في معركة مفتوحة من الممكن أن تتدحرج إلى حرب شاملة، كما قلت حامل الطائرات اليوم التي يعني من ليس بالبعيد أن يمكن استهدافها بالصاروخ، يعني من أي قوة من أي يعني ليس ببعيد رأينا يعني تراكم القوة التي كانت متواجدة منذ حرب 73 إلى اليوم، يعني 6 تشرين 73 إلى اليوم 27 23، 50 عام تراكمت فيها القوة. عندما نقول بالمحور دول إيران وسوريا واليمن، يعني رأينا الرسائل سواء الإعلامية سواء التكتيك الاستراتيجي وسواء أيضا التكتيك العملياتي والإعلامي. فبالتالي نعم، هذا محاولة يعني رد على يعني بالأمس رأينا خروج مطار بن غوريون عن الخدمة. فبالتالي وتعلم كيان الاحتلال يعلم جيدا بأن ما وصلت إليه قوى المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، ما وصلت إليه قوى المقاومة في لبنان وحزب الله وقوى المقاومة الأخرى، هي بدعم يعني دعم عملياتي واستخباراتي وعسكري من الجمهورية العربية السورية. فبالتالي يعلمون جيدا بأن سوريا هي الدعم الرئيسي، وكانت الحرب التي شنت 10 سنوات هي يعني خروج سوريا من هذا الدعم للفلسطيني وإلغاء فكرة حل الدولتين أو السلام العادل والشامل لفلسطين. إنما اليوم يعني لا نستبعد تدحرج الأمور إلى حرب، لا نستبعد أن يكون هو
موجودة ما بين فصائل المقاومة في الداخل الفلسطيني والمقاومة في الخارج، هي غرفة واحدة، هناك تنسيق وتكامل. رأينا يعني التوقيت مثلا 9 البهاء عندما أعلنها 9 البهاء، كيف أيضا كانت هناك بالتوازي معها صواريخ من أو قذائف هاون أو بغض النظر من الجولان السوري. 5 بتوقيت أبو عبيدة يعني كانت هناك صواريخ من حزب الله باتجاه أو كتائب القسام أو سرايا القدس، فبالتالي هناك تنسيق استخباراتي، هناك تنسيق عملياتي، هناك تنسيق استراتيجي، يعني وانتقال المعركة من الردع الاستراتيجي إلى الهجوم الاستراتيجي. واليوم كما يعني أشرت لحضرتك في البداية، نحن اليوم على الحرب بمفاجآت. المفاجأة الأولى كانت في إعلان ساعة الصفر الأقصى، ولا نستبعد أن اليوم يعني قرأت الرسالة جيدا كيان الاحتلال وأرسل طائراته لقصف مدرجات دمشق وحلب، مطارات دمشق وحلب، يعني محاولة حياة سورية ورسالة لحياة سورية عن هذا الطوفان وهذا المحور. فبالتالي لا، سوريا موجودة، وإن يعني لم يعد للشعب السوري والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعوب المنطقة ككل لم يعد لديها ما تخسره، يعني كما نقول بالعامية ميتين ميتين. فبالتالي يكون حرب شامل، وهذا ما تديره العمليات فيما بينها غرف العمليات. فبالتالي هنا كانت رسالة هذا الاستهداف، وهذا ما يميزها عن الاستهدافات السابقة. اليوم إسرائيل وكيان الاحتلال اليوم فشل استخباراتيا، فشل عسكريا، فشل ميدانيا، فشل بموضوع الإعلام حتى وبالحرب النفسية، وفشل بكل ما يعني بكل مناته. فبالتالي اليوم هذا الجنون نراه في قصف المدنيين وقطع الماء والكهرباء وغيره، نراه اليوم يقصف أيضا في المطارات في دمشق. ويعني رأينا بالأمس فشله الاستخباراتي عندما نزل مليون مستوطن في الملاجئ بالجبهة الشمالية، وحينها كان إنذار خاطئ أو تشابه. فبالتالي يعني هذا التحركات اليوم وباستخدامه للدعم الأمريكي، يعني هو دليل ضعف وليس بدليل قوة. وإذا ما جاء الأمريكي ويدعمه بالسلاح وبفتح جسر جوي، بدت أمام السيناريو حرب 73 عندما كان الجسر الجوي مفتوح باتجاه إسرائيل. فبالتالي هناك دول أيضا عالمية تدعم محور وقوى المقاومة ستكون بهذه الاصطفافات. فبالتالي يعني هذا ما ممكن قراءته بهذا المكان. الأمور تحمل الكثير من المفاجآت، تدحرج الأمور، ممكن بأي لحظة أن تكون حرب شاملة، حرب عالمية. إنما يعني نعود لنقول بأن مثلا موقف إيران، طائرات المسيرات الإيرانية مثلا، المخابرات الإيرانية استخدمتها روسيا في أوكرانيا وفي استهدافات في أوكرانيا من الطائرات المسيرة. ما بالك اليوم 1000 مقاتل مثلا من قوات القسام مثلا فعلوا ما فعلوه، أكثر من 50 نقطة بين مستوطنة ونقاط عسكرية تم. أستاذة سماهر، المقاومين في المقاومين، ما بالك بالقواعد الأمريكية بالمنطقة برمتها. أستاذة سماهر، يعني الحرب الشاملة، وهذا ما تسعى إسرائيل من خلال ضرباته تحييد الدول وعدم تدخل، كما قالت البيان الأمريكي، عدم تدخل طرف ثالث في هذه المعركة، إنما في هذه المعركة سيتدخل الطرف الثالث، إنما باللحظة المناسبة وبالتوقيت المناسب الذي تختاره الغرفة المشتركة التي تعمل خلالها دول المنطقة ككل، دول المحور. أستاذة الفاضلة، أستاذة سماهر، بما أنك أتيت بذكر إيران، الآن هناك حديث عن جولة جديدة لوزير الخارجية الإيراني إلى عدة بلدان عربية، يعني برأيك ما المقصود من هذه الزيارة في هكذا توقيت في ظل ما تشهده المنطقة، يعني بالأخص يعني بين إسرائيل وحركة حماس؟ يعني بظل ما تشهده المنطقة وهذه الزيارات، دائما هناك تنسيق ما بين يعني كما أشرت تنسيق في الغرف العمليات العسكرية والسياسية المشتركة، يعني وأي نصر بالميدان يمكن أن نصرفه دائما بالسياسة والمفاوضات. فأنت اليوم أمام خيارين، ومن زيارة أول زيارة وزير الخارجية الإيرانية هي
هي رسالة، إذا ما صحت بقراءتها، رسالة إلى الدول يعني المناوئة أو التي هي في دعم لبعض الدول العربية للأسف، وبعض الدول الإقليمية وأيضا الغربية الأمريكية، يعني تأتي في هذا المحور في هذا الاستضافة. فهذه الرسالة أنه نحن على تنسيق مشترك، ليس فقط عسكريا إنما سياسيا ودبلوماسيا. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي كما أشرنا، بمعنى أن هناك هذا التنسيق وترجمته في حال كان هناك مفاوضات، وفي حال كانت هناك الحركة الدبلوماسية من الممكن أن تأتي بنتائج، فلتكن النتائج بشروط فلسطينية، بمعنى أن طوفان خيارين لا ثالث لهما، إما طوفان الأقصى وبالتالي تحرير الأسرى، وقضية الأسرى قضية استراتيجية، وتحرير الأسرى بالتالي 5000 أسير متواجدين، الصلاة في الأقصى وبالتالي يعني السماح لكل المسلمين بالصلاة في الأقصى، ونعلم ما يقومون به من اعتداءات على المصلين في الأقصى، وكسر الحصار عن غزة، غزة التي هي في سجن تحت سماء مفتوحة يتحكمون بمائها وكهربائها، وأيضا أعبار ومكامن النفط والغاز الموجودة البحرية لديها لا تستطيع التنقيب بها واستخدامها من قبل التحكم الإسرائيلي. فهذا في تأتي في هذا في حال كان هناك الحراك الدبلوماسي آتى بنتائجه، فبالتالي تكون ضمن هذه الشروط. إنما في حال لم تأتي بنتائجه ويكون وبالتالي يعني تكتفي إسرائيل بهذه الخسائر، بهذه الهزائم، تبلع الهزيمة وتقول بهذه المفاوضات بشروط فلسطينية، إن لم يكن فبالتالي تأهب واستعداد ولحظة الصفر والانطلاق تكون بطوفان إذا ما صح التعبير، طوفان الأمة، طوفان الأمة السورية، طوفان المحور ككل، طوفان وليكن يعني رأينا هشاشة هذا الكيان، رأينا بأم أعيننا أن هذا الكيان أو الجيش الذي لا يقهر قهر، ويعني رأي واختبئوا بالحمامات، يعني رأينا بكاءهم وصراخهم، ورأينا يعني هذه الأعداد المشاهد، يعني كانوا آباؤنا يحدثون عن انتصارات 73 بتشرين وحرب تشرين، يعني شكرا للمقاومين الأبطال الذين يعني أعطونا. نعم أستاذة سماهر. نعم، فبالتالي هؤلاء يعني هذا السيناريوهان. وهنا تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى المنطقة، كما قلنا هي مترافقة ومتلاصقة مع طوفان الأقصى، مع التحضيرات والتجهيزات السابقة واللاحقة لهذا الطوفان. والنقطة الأخيرة، القراءة الاستراتيجية لهذا الطوفان ونقطة يعني وجوده ونقطة إعلان ساعة الصفر، هناك يعني وبالحراك الدبلوماسي هناك عالم جديد، رأينا بالتكتلات الجديدة وبالتحالفات الجديدة، ورأينا مثلا بوتين يقول بتصحيح خطأ التاريخ في أوكرانيا. فبالتالي اليوم ومن خلال هذه الجولات هناك عالم قديم ودول استعمارية قديمة التي اليوم رأيناها تتكسر في أفريقيا وغيرها، فبالتالي الدولة الاستعمارية موجودة في الأراضي الفلسطينية، وهذه معالم العالم القديم لابد من قبل أن تفتح العالم الجديد أغلق صفحة العالم القديم، وبالتالي فليكن رحيل هذا الاحتلال كليا أو فليكن حل الدولتين، وهو حل أساسي واستراتيجي، بمعنى لا يمكن أن تدخل عالم جديد دون أن تدخل فيه دولة فلسطين، ومن البحر إلى النهر فلسطين يعني. نعم آلي. نعم أستاذة سماهر. نعم أستاذة سماهر، كانت معي من بيروت الأستاذة سماهر الخطيب، كاتبة صحفية وباحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، شكرا جزيلا لك.